من بعد هالعمل كارلوس كمان شفنا لك مسلسل لغز الأقوياء يلي عم نشوف البوستر اللي له على الشاشة. علي، ما بتعمل نجم بوستر، سوري عم بستعمل كلمة نجم لأنه أنت عم تستعملها، ما بتعمل نجم بجينيريك، أنت جوات العمل بيتقرر إذا أنت ممثل شاطر وإذا أنت نجم وتستحق هذا المكان أو لا. بلغز الأقوياء يلي هو أحد الأعمال العربية المشتركة كان من بطولتك وانعرض عام 2021. هالعمل إذا بدنا نقول عكس الآية، يعني عادة منشوف الممثل اللبناني إلى جانب ممثل سوري، لا هالمرة شفنا العكس، الممثل اللبناني معه ممثلة سورية. بتقول يا ريت بقيوا المنتجين بعضهم محافظين على هالثنائية يلي تعودنا عليها وما قلبوا الآية؟ لا ما بقول شيء، هن يعني في اليوم شركات الإنتاج عم تشتغل بطريقة معينة، نحن علينا يا إنه نلاقي مطرح بليق فينا بهذا المطرح يا إنه نقول خيي ما بدنا. بس اليوم كارلوس العالم بيسألوا إنه نجم مثل كارلوس عنده أرشيف كتير كبير و22 سنة خبرة، كيف قدر وافق إنه يشارك البطولة مع وجه مبتدئ، وجه جديد؟ ليش لا؟ طب هل قد بتدعم المواهب؟ انه اذا وجه جديد منيح ليش لا؟ شو بيمنع يعني؟ طب ما عم تاخذ فرصتها، اذا اخذت فرصتها وما زبطت معه وما قدرت تكمل هون صار المشكله عنده. كارلوس ما فينا ما نحكي عن الاعمال العربيه المشتركه وما نحكي عن سيلتو، هالعمل يلي حققت فيه نجاح كثير كبير بالعالم العربي، وبدي بارك لك على الدور والنجاح يلي حققته بهالعمل. شكرا. بكل صراحة بتقول هالعمل هو كان الفرصة الذهبية لكارلوس عزار للانتشار عربيا؟ أكيد أكثر عمل ساهم بانتشاري عربيا، إيه بعد اعتذارات كثير كبيرة، يعني مش بوارد أقعد سمي لك المسلسلات اللي اعتذرت عنها هلا. تأخرت هالفرصة لإجت؟ من وراي أنا. تحدثوا بالكواليس كارلوس وشفنا أرقام خيالية لأبطال العمل اندفعت، يعني شفنا بالمقدمة كارس بشار يلي حصلت على 700,000 دولار، ديما أندلفت وسامر المصري 500,000 دولار، قيس الشيخ نجيب 400,000 دولار. بداية لمن ذكر أجرك بين هالأرقام يلي عم نشوفها على الشاشة؟ من ذكر أجر ولا أي ممثل لبناني أصلاً بهذا كانوا لا يذكروا؟ أساساً هدول الأرقام منو مزبوطين. أنت اطلعت على عقودهم؟ لا بس بعرف أنه هدول الأرقام منو مزبوطين. بس أني ما طلعوا نفوا فيهم مثل عادي. بس ليه برأيك من ذكر أجر الممثل اللبناني؟ ما بعرف صراحة، لا أنت ولا بديع. ما بقى بدك تشوف وين مصدره، ما بدك تبلش بمصدر الخبر، هيدي أهم شغلة. نحن اليوم بعصر السوشيال ميديا، نحن بعصر خطير، بيطلع اليوم خبرية على السوشيال ميديا ما بتعرف وين مصدرها، ما بتعرف منين مبلشة، وبصيروا يتناقلوها. عم نطرح كل شيء لتنفي أو لتأيد. أنا معلوماتي بتقول إنه هذا الخبر منه مزبوط، بس أنا وإنت مأيدين فكرة إنه الممثل السوري دايما بيقبض أكتر من الممثل اللبناني. لا مش دايما، مش لانه ممثل سوري بيقبض اكثر من ممثل لبناني. عم نحكي ناجم سوري وناجم لبناني. إيه ما ممكن يكون في مطارح بيقبضوا مثل بعض، وممكن يكون في مطارح النجم السوري متقدم بالسعر على النجم اللبناني.